على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نسقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي الكرام، حديثنا اليوم عن آية قرأت على مسامعنا ليلة الجمعة في صلاة العشاء، وسنأخذكم بالذاكرة إلى قبل أيام، منه اختبارا للذاكرة ومنه أيضاً تنشيطاً لتدبرنا لكلام الله عز وجل. لكن قبل أن أتحدث عن الآية أريد أن أتحدث عن أمر أجمع المسلمون جميعاً على أنه محرم، ألا وهو العنصرية والتفاخر بالأنساب والأجناس والألوان وما إلى ذلك. فكل هذا محرم ويعرفه الصغير والكبير، ولذلك إذا صار شجار بين طرفين فيما يتعلق بالعنصرية فإننا نجد كل طرف يرشق الآخر بما لديه، فمنهم من يرشقه بالكلام، ومنهم من يرشقه بمادة محسوسة أو ملموسة، ومنهم من يرشقه بأشياء كثيرة. لكن هل تتوقعون أن يكون الخصام بين طرفين أو بين رجلين أو بين شخصين ويتراشقان بالمصاحف؟ طبعاً الأمر الآن لا يتوقع، لكن هذا يصير، ويصير مع الأسف الشديد حتى في مجالس بعض طلاب العلم، لأن التراشق بالآيات هو أقسى وأخطر من التراشق بالمصاحف التي هي عبارة عن كتاب الله عز وجل في أوراق. والتراشق بالآيات هو الذي أريد أن نأخذكم إلى قبل يومين عندما قرأ إمامنا المبارك في صلاة العشاء بآية تدل على أن بعض الناس قد يستخدم هذه الآيات في التراشق. من منكم يستطيع أن يذكرنا بتلك الآيات؟ هي في سورة التوبة. الأعراب أشد كفراً ونفاقاً، ثم بعدها بكم آية: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. نحن لا نتحدث عن مثالية ولا نتحدث عن أشياء وهمية لا تقع، لكننا سمعنا من الناس من يعير الشخص بأنه بدوي ويعيره بأنه أعرابي، ويدافع الآخر بأنك عديم أصل أو لا أصل لك، ثم تطول المسافة ويطول ويحتد النقاش حتى يقول الأعراب أشد كفراً ونفاقاً، ثم يرد الآخر: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. هذه كارثة وهذه مصيبة، مصيبة من عدة نواحي. الناحية الأولى أنه استخدم القرآن العظيم في أمر خسيس، فهو دنس المقدس قولاً واحداً، دنس المقدس، دنس القرآن بهذا الفكر السيء الخسيس، ووظفه في غير معناه وفي غير دلالته. ثم الأمر الآخر أن لا هذا فهم الآية ولا ذاك فهم الآية، حتى وإن كانوا من طلاب العلم، بل وإن قرأتم التاريخ تجد أن بعض من كان يتصدر مجالس العلم استخدم مثل هذه الألفاظ للتعيير. ولا أريد أن أذكر القصص، لكن كتب التاريخ مليئة بهذا. الأعراب ما المقصود بهم؟ أولاً الأعراب والحاضرة هذه حالة طارئة قد تستمر وقد تتغير. فالأعرابي هو الذي يعيش في البر منقطعاً عن الناس، يتنقل من مكان إلى مكان. وهذا الأعرابي إذا استقر في قرية أو استقر في محلة أو استقر في مدينة انتقل من البادية إلى الحاضرة، فأصبح من الحضر.
وأيضا الذي في المدينة إذا انتقل إلى البر وتنقل من مكان إلى مكان أصبح من مدني ومن أهل المدينة ومن أهل الحاضرة إلى أعرابي بدوي. إذا هذه حالات طارئة، فمن الجهل كل الجهل أن تقول لإنسان ساكن في قرية أو ساكن في مدينة أو ساكن في محلة أن تقول له أعرابي أو تقول له بدوي، بل هذا دلالة على أنك لا تفقه شيئا لا في اللغة ولا في علم الاجتماع، ولا ينبغي أن تكون أصلا متصدرا للحديث في مجالس الرجال. هذا أمر. الأمر الآخر حفظكم الله، الآية عندما نزلت نزلت في حالة من الحالات الأعراب الذين كانوا حول المدينة، وطبعا قبل أن يدخلوا الإسلام، وبعض من دخل الإسلام وتخفى وأخفى الإسلام لكنه يكيل الويلات والعداوات للإسلام والمسلمين، وأيضا من أهل المدينة المنافقون الذين هم طبعا من اليهود ومن شايعهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة كان الأوس والخزرج قد اتفقوا على تنصيب عبد الله بن أبي بن سلول، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسقط هذا التنصيب. طبعا اشتغل عبد الله بن أبي بن سلول من حقده وحنقه على من نزع منه الرئاسة على أن أظهر الإسلام وأخفى الكفر. إذن هذا من أهل المدينة، وغير كثير من أهل المدينة، والله عز وجل يقول لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله عز وجل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعلم هؤلاء، يعني منهم من كان يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخفي الكفر والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، فكيف نحن نتجرأ ونتطاول ونصف أهل المدينة بأنهم من المنافقين؟ وهذا تجده حتى إذا صار خصام بين أهل المدينة وغيرهم من الجهلة أو من العلماء الجاهلين أو من المتعالمين، يقول لك ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. الله المستعان، سبحان الله العظيم، القرآن يفهم هكذا؟ فهذه من الأمور الخطيرة حفظكم الله، وقس عليها كثيرا، فكل آية وكل دلالة لا بد أن نقدسها ونستخدمها الاستخدام الصحيح والتوظيف الصحيح. أما أن نتجرع على كلام الله عز وجل ونجعله في أشياء لا تدل عليه هذا أمر خطير، وأيضا من الأمور أن نجعله في أمور تافهة، إما أن نجعله للتندر أو للتفكه أو نضرب به الأمثال، فهذا كله لا ينبغي وليس هو من تقديس كلام الله عز وجل. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نسأل الله العلي العظيم أن يجعله نورا لنا في حياتنا وفي طريقنا وفي هدينا وفي حديثنا وفي كل أمورنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.